منشور غامض لرئيسة الهلال الأحمر الجزائرية عبر صفحتها على فيسبوك حول التبرعات لفلسطين يثير جدلاً واسعاً، فماذا تقصد بمرتزقة وسما سيرة حرب؟ تعرفوا على التفاصيل. لم يتوقف منشور رئيسة الهلال الأحمر الجزائرية ابتسام حملاوية عن إثارة الجدل، حيث ترك علامات استفهام حول من تقصدهم بقولها الهلال الأحمر لا يتعامل مع المرتزقة وسماسرة الحرب. هذا الكلام ترك العديد من التساؤلات حول من تقصدهم في الجزائر، من الذين يجمعون الأموال باسم غزة وتعاملهم مع المرتزقة وسماسرة الحرب؟ كما أشرت إلى أن الهلال الأحمر الجزائرية هيئة إغاثية إنسانية تنتمي إلى الحركة الدولية الإنسانية وتتعامل مع مثيلاتها من الهيئة الإنسانية ومع الدول، وأن مساعداتها التي تم جمعها لغزة كانت عينية ولم تفتح مجالاً لجمع الأموال. وذهب تخمين الكثيرين ممن علقوا على منشور رئيسة الهلال الأحمر الجزائرية إلى أن كلامها تقصد به جمعية البركة الجزائرية التي يقوم عملها على جمع التبرعات المالية من الجزائر وتحويلها لفلسطين. هذا المنشور أثار أيضاً تساؤلات حول مصداقية بعض الهيئات التي تجمع أموال التبرع لإرسالها إلى غزة وإلى إمكانية استغلال هذه التبرعات فيما ليس له علاقة بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين. بعض النشطاء دعوا من جهتهم إلى فتح تحقيق عاجل حول نشاط جمع الأموال باسم الصدقة وزكاة الفطر الموجهة نحو غزة لتطمئن قلوب المواطنين وترفع الشبهات، في حين تساءلت وسائل أعلام أجنبية عن جمعية البركة الجزائرية الداعمة للقضية الفلسطينية التي تقوم بجمع التبرعات المالية. كيف تحصلت على التحويل المالي إلى فلسطين؟ وهل جمع التبرعات والأموال قانوني؟ كون المشرع الجزائري والتشريع القانوني منع جمع التبرعات إلا بعد اتباع إجراءات معينة يحددها القانون، وإلا يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.